متشكر متشكر. وانت ماشي في الشارع واحدة ست مبقلزة كده وسمنانة زي قالت لنا يا ابن ربنا يخليك ساعدني شل الكرسي ده حطه على عربية الازار ربنا يسترها معاك. قال لها الكرسي ده؟ قلت له ايوة. حط الكرسي راحت هي عاملة تيرام 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 اختفاء. ما تيجوا نبص بس نبص بس مع درديري خليفة. ساعدني بس بالكرسي ده على العربية. نعم. ساعدني لو سمحت بالكرسي ده على العربية. حاضر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ست انت؟ نعم في ايه؟ في ايه ايه؟ في ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ شايل كرسي. شايل ايه؟ شايل كرسي وعلى ست جات له فوق احط له فوق العربيه. يبقى انت كده كده انت حرام. حرام ايه يا ست انت؟ ما اعرفش هتكلم مين ولا ايه؟ دي حاجه انت ضد ده؟ يا ايهاب الراجل ده مسكته وماسك الكرسي وبيعبي العربيه عنزل وماشي بالعربيه وعلى ست مالها كانت واقفه جنب العربيه وقالت لو سمحت شيل الكرسي وحطه في العربيه. لا انت كنت عايز تتكلم اتكلم قدام كابتن ايهاب. كابتن ايهاب اه قدام يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست. كابتن ايهاب خلي بالك وركز معاه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست وليه كبيره. كابتن ايهاب خلي بالك مش عايزك تفوت ولا كلمه. احكي بقى الحكايه. يا كابتن ايهاب انا معدي في الشارع واحده ست. ايهاب خلي هو كل شويه يشيت فيت فيت. ايه ده؟ خليني اكلمه اعرف اكلمه. ايه ده بتقول يا حضرتك؟ ما انا كل ما اكلمه تشغليه مش هيسمع لي انا. انا مش سامعك عشان انا ودني الشمال دي فيها تحلم. في ايه؟ كمل للكابتن لو تفرق. يا كابتن انا معدي في الشارع. ايهاب خليك بقى مركز. لسه هتقول للشاهد. يا كابتن انا معدي. ايه؟ فلقيت الوليه دي نادت عليا قالت لو سمحت. مين دي اللي نادت؟ واحده ست. واحده ايه؟ واحده ست ندهت هتكمل الكابتن. واحده ست ندهت عليها قالت لو سمحت يا ابني هتركز ولا لا؟ ده لسه هتقول لكابتن ايهاب كابتن ايهاب انا وراي مصالح. طب انت مش حضرتك دلوقتي جايب عربيه وفيها السواق قاعد اهو؟ يا ست انا ما دبش عربيات. امال السواق ده بيعمل ايه؟ انا مش عرفنا انا بتساليه يقول له بتعمل ايه؟ مش في سواق في العربيه. خلصنا من الشغلانه دي. انا ما اتفقتش معاك ولا شفتك. مش قلت لي 120 جنيه عشان 120 و130 ايه يا عم انت؟ يلا يا عم الحاج خلص. يا عم انا ما شفتكش ولا قلت لك العبش ده بره. ما تقوميه انا مالي بيه. يا كابتن ايهاب مش عايزك تنفعل يا كابتن ايهاب عشان انا معدي في الشارع واحده ست جات لي لو سمحت يا ابني شيل الكرسي ده احطه فوق العربيه. ايه ده اللي حصل تاني تاني؟ انا معدي في الشارع. انت معدي في الشارع؟ اه. وبعدين؟ ويا ريتني ما عديت. وريتك مين؟ ما عديتش. ممكن انا اكلم ايهاب بتاعك ده وايهاب بتاعك يزعق لك عشان الصوت اتقفل. ايه ده ايه ده؟ في ايه يا ماما؟ ابني حبيبي بص ايدي يا ولد تعالى حبيبي ده ابني ده. اهلا وسهلا. احكي لفؤاد حضرتك. يا استاذ فؤاد انا معدي في الشارع واحد. كابتن فؤاد تركيز ها؟ معدي في الشارع وقالت لي لو سمحت شيل الكرسي وحطه فوق العربيه. ركز يا فؤاد. مركز فؤاد بس استنى علينا انت. انت مركز فين الازال بقى لنا 3 ساعات مستنيينك. ازال ايه يا جدع انت؟ الازال ده مش مستنيينك احنا في بقى لنا في البيت. مستنيني في ايه؟ مش متفق معانا انت؟ انا اتفقت معاك يا جدع. ايوه متفق معاك في بيتك. ايه ده؟ يعني انت متفق تبيع الازال بتاعي؟ يا ست عزال الله يخرب بيتكم وبيت عزالكم وبيت ايامكم المجدله. محمد السيد شخصية هطول ليه؟ ما تيجي نبص بس. ساعدني بس بالكرسي ده على العربية لو سمحت. معلش حاضر من عين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه في حاجة؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه في؟ انت ايه؟ واخد الكرسي ورايح على فين؟ ما واخدش ده انا واحده ست كانت واقفه دلوقتي هنا وبتقول ساعدني لو سمحت حط على العربيه. قالتلك ايه؟ قالت لي لو سمحت حط الكرسي ده وعلى العربيه ساعدني. بس وانا انا اللي خدته ادي الكرسي اهو. بس الحرام في شلته حضرتك. شلته فين؟ مش انت كنت شايل الكرسي دلوقتي؟ وانا ايه مشكلتي؟ يعني اعمل حاجه لوجه الله تطلع عليا بلا؟ الكرسي ده بتاعنا. ايه ده انت دود؟ الراجل ده اتفضل. ايه دود؟ الراجل ده فجأه انا اسمي دود. انت اسمك دودة؟ انا مستغرب ليه؟ انا يا ست بقول لك واحده واقفه هنا بتقول لي هات الكرسي لو سمحت ساعدني. اذنب قالت لك ايه؟ قالت لي لو سمحت هات الكرسي ده ساعدني حطه على العربيه.
طيب. ايه اللي اذنبت فيه؟ ممكن حضرتك لو تكرمت بدون زعل تحكي كده للكابتن؟ يا كابتن ايوه احكي دلوقتي. واحده ست كانت واقفه هنا. كابتن ركز معايا عشان كل كلمه من الكلام ده هيبقى معروفين. دلوقتي ما تكون واحده ست كبيره بتقول لك لو سمحت. ركز معايا كابتن. ايه بس 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 ايه شغلانتكم عاد؟ في ايه حضرتك؟ في ايه حمام؟ ايه هو اللي فيه؟ كل ما دي نكلم اروح احكي له تقولي لي بس. ايه؟ ايه فيه؟ العزال بتاع دودة. ايه دودة دي؟ يا عم انت منهارك ده يا عم الحاج. ايه في يا جدع؟ يلا يا عم شيل حبشك ولا هتدينا 120 جنيه. حبش يلا يخرب بيت سنينك السود. انت بعتها لنا بقالك ساعتين. ايه اللي معطلك هتتبلوا عليه انت ولا انت مش متفق معايا ان انا اشيل لك الحبش ب 120 جنيه؟ 120 عفريت لما يركبوه. انت عارف العزال ده كل ذكريات بالنسبه لي. الكرسي ده اللي انت كنت شايله ده بتاع المرحوم جوزي الله يرحمه ويسامحه. كان يقول لي تعالي نقعد على الطبليه واعملي لي ملوخيه، اعمل له ملوخيه واحط له طبق صيني كبير قد كده مليان ملوخيه، يروح ماسك الرغيف كبير كده قطع نصين عامله ودنه قطه واكل الطبق على معلقتين طك طك ودنه قطه الاثنين، وروح ماسك الطبق وروح ضاربني في وشي بيه. كان بيحبيني حب. الله يرحمه ويسامحه. انا وراي 100 شغله غيرك. طب احكي له احكي له. يا استاذ ايهاب يا ما تكون واحده واقفه وتقول لك لو سمحت شيل عني هاتك. ايه بس بس دي؟ ممكن اعرف يا كابتن ايه اللي عايز تعرفيه؟ ايه حكايه الست الواقفه دي؟ شكلها ايه يعني؟ واحده تخينه عامله زي السمعه. عم تقول لي هات لو سمحت ما نساعدهاش لوجه الله. عامله زي سمعه مين؟ سمعه احدانا ببلدنا عم يقولوا على السمعه سمعه. هتعزلي زعلانه ليه؟ فؤاد شفت يا فؤاد المصيبه يا فؤاد؟ ايوه انت هتعزلي حد زعلك؟ اعزل ايه؟ اصل انا واقف في البلكونه بقالي أيوة. ساعتين أعزل. وشفت الراجل ده عمال بيحاول في العفش ليه؟ ايه اللي حصل؟ هم سرقوا العفش بتاعنا. سرقوا؟ انا سرقت عفش منكم؟ السواق يقول لك ده وانت تقول لك ده، هو ايه حكايتكم معاي؟ الله مش ده اللي شافوه الناس، مش هم بيقولوا الحقيقه. شافوا ايه اللي شافوه؟ شافوا الحقيقه وبيقولوها. حقيقتي يا ضلاليه يا حوش. طب هقول لك على حاجه عشان اخلصك الموضوع ده بعد اذنك. احكي الحكايه لفؤاد. احكي لفؤاد. نحكي له عن استاذ فؤاد تاني. طب يا استاذ فؤاد. فؤاد ده مهم قوي. مهم قوي. يا استاذ فؤاد دلوقتي ياما تكون واحده واقفه. فؤاد. لا اله الا الله. مركز معايا قوي لانه بينط في الكلام. انا مركز معاه من ساعتين ما تقلقيش. يا استاذ فؤاد ياما تكون واحده واقفه دلوقتي. وتقول لك. لا يا بنت. يقطع بس وابو بس وكل شويه بس بس. نمخت دماغ ابوي. كباتن هبط. ايه فيه؟ في ايه؟ يا نهار اسود وانت راجل ولا مرة؟ ما تيجي نبص بس نبص بس على الاستاذ